أناب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. أناب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد لتتويج الفارس نايف البلوشي بطلا لسباق افتتاح موسم القدرة لمسافة 120 كيلومترا دولي في قرية القدرة. وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على حضور ومتابعة البطولة منذ انطلاقتها، حيث كان لحضور سموه الأثر الكبير لتقديم الاسطبلات والفرسان أفضل المستويات وسط منافسة قوية بين الجميع. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولة افتتاح موسم القدرة شهدت نجاحا كبيرا ومميزا بفضل المشاركة القوية والكبيرة من قبل الاسطبلات والفرسان الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذا السباق، مشيدا سموه بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها جميع الفرسان في البطولة، وأكد على تميز الفرسان الأوائل وفوزهم بالمراكز الأولى والتي جاءت بعد المستويات اللافتة خلال مراحل السباق، وخصوصا المرحلتين الثالثة والرابعة والتي جاءت مثيرة ومتميزة مع السرعات العالية التي ظهر عليها الفرسان. وأشار سموه إلى أن السباق جاء قويا ومثيرا خاصة في مرحلته الأخيرة والتي شهدت سرعات عالية جدا من الفرسان لإحراز المراكز الأولى في السباق، مقدما سموه التهنئة إلى الفائزين الذين قدموا مستويات كبيرة أهلتهم للحصول على هذه المراكز. وأشاد سموه بالتنظيم المميز والجهود الكبيرة التي بذلتها كافة اللجان العاملة في البطولة والتي تعكس الاستعداد الأمثل للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وحرصهم على إخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الجوانب الفنية للاسطبلات والفرسان. وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على متابعة جميع مراحل السباق، حيث كانت لتوجيهات سموه الدافع الكبير للفرسان بتقديم أفضل المستويات طوال المراحل. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد تابع مراحل السباق برفقة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، كما تابع سموه إجراءات الفحص البيطري بعد ختام كل مرحلة. من جانبه أشاد سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة بمتابعة ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مشيرا إلى أن حضور سموه أثر السباق وأعطاه إثارة وندية بفضل قيادة ومتابعة سموه لكافة الفرسان. وأوضح سموه أن النجاح الذي تحقق في تنظيم بطولة افتتاح الموسم يعطي الاتحاد حافزا كبيرا لمواصلة بذل الجهود قبل تنظيم البطولات المقبلة والتي ستكون أكثر إثارة وتميزا، مبينا سموه أن الاتحاد حريص على إخراج البطولات بأفضل صورة تنظيمية. وأكد سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة أن المنافسة القوية التي شهدتها البطولة تؤكد الجاهزية التامة لكافة الاسطبلات والفرسان للموسم الجديد، مؤكدا سموه أن الإثارة ستكون حاضرة في السباقات القادمة. ويذكر أن سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة قد توج أبطال سباق 120 كيلومترا، حيث حصل على المركز الأول الفارس نايف حسن البلوشي من اسطبلات الزعيم، والمركز الثاني الفارس دانا بن غدير من فريق فيكتوريوس، والمركز الثالث الفارس عثمان العوضي من فريق فيكتوريوس.